وضع حيز الخدمة غزة المدينة لإفادة أكثر من 1100 عائلة بأعالي جبال أولاد بشينة وأولاد عوف بدائرة عين توتا في ولاية بادنة بتكلفة تجاوزت 80 مليون سنتيم للتوصيلة الواحدة، وسط فرحة كبيرة للمستفيدين الذين عانوا طويلا من قلة مصادر التدفئة في منطقة جبلية يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر. تفاصيل رصدها سعيد حريقة. اليوم عرس بالنسبة لنا، وفي أول نوفمبر اللي هو يعرف المنطقة وتعرف المنطقة. هذا الشعب هذا ابن الجزائر، وبالأمس ابن الجزائر، واليوم ابن الجزائر، وغدوة ابن الجزائر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه السنة هذه التعب دي كل شيء، من الحمد لله رب العالمين، ربي يحيدها لوالنا تمور ثنا يرقزنا لنا ان شاء الله. نشكر الولايه قامت الواجب لنا، نشكر السيد الرئيس بوتفليقه. اليوم اشرفنا على اكثر من 1100 عائله اليوم اللي وصلنا لها غاز طبيعي اليوم، والعمليه متواصله. كنا ثاني البارح ولو البارح اشرفنا على وضع حيز الخدمه مشاريع اخرى، وان شاء الله غدوه وغير غدوه العدد اللي راح نوصلوا ليه في خلال الاحتفالات بذكرى اول نوفمبر 54 هو 4044 عائلة.